والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول المسدد المنصور المؤيد صاحب السكين من كل المؤمنين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المهضومين المشردين. صلى الله عليك يا غريب كربلاء. الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. سادتي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. السلام على الشيب الخضيب. السلام على الخد التريب. السلام على الجسم السليم. السلام على من ذبح من القفا. السلام على مسلوب العمامة والردى. السلام على خامس أصحاب الكساء. السلام على الشفاه الذابلة. السلام على النساء المخدرة. السلام على سفينة النجاة. يا سيدي فزتم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة ماشي على إنه جماعة مثل الصيف تعبية قبل العشاء. الأخوة بعدها لا كيف اللي يتعشى وخاف عنده واحد شغل خاف عنده مريض خاف لا شغل العادة عادي. الله أيه أيه ظهر مهم للبركة إن شاء الله. قلت بعض واحد مساتذة قال ما نجبر الناس وربما نبى الجبر يخلي واحد يتحول إلى منكر مو صحيح يعني. أي كذا سياسة أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وجادلهم بالتي هي أحسن. يذكر على إنه الحسن والحسين يذكر دائما في أحاديث كثيرة منها إحنا كلمة تجي هكذا في عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا عليه السلام في الزيد يقول حسين وحسين فارخاي فارخش الكريم فارخاي مرتنا مرور سريع يعني كلكم ان شاء الله اساتذه بس باب التذكير تذكر فينا ذكرى الفرحان باب التذكير ان شاء الله وللبركه انتم اساتذه وانا اتعلم منكم ان شاء الله. نعرض شخصيه الامام الحسن عليه السلام على الصحاح الموجوده لابناء العام. نعرض هاي الشخصيه على الموجوده الكتب مالتنا. نذكر علاقة الحسن والحسين برسول الله صلى الله عليه وسلم للصحيحين باعتبار كتب الأناجيل للسنة يعتبرون كتب الأنجيل للسنة صحيح مسلم صحيح البخاري حقيقة يعني هاي الحديث ما يقدرون يغيرون ما يقدرون يغيرون خصم عليهم يقدر تشبه الحديث على حقيقة يعني ولربما صحيح هم ناس يصدقون كلامهم يعني ما يقدرون يغيرون يذكرون على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام حامل الحسن على كتفه الأيمن والحسين على كتفه الأيسر واستقبله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وقال هيك قال واستقبله الخليفة الثاني هاي نقل عن صحيح مسلم واستقبله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وقال ما هذا قال هذان ولداي حسن والحسين فقال نعمل راكبانهما ونعمل جمل جملهما ورسول الله صلى الله عليه وآله أثنى قال وأبوهما خير منهما. قلت لك هاي نقلا عن الصحيحين ذكر هذا. كان في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحد من الصحابة إجا لقى الباب
سمرة ابن جندب دق الباب عليه، كان جو بارد، يسأله ما سأله، طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله قال له مولاي هاي المسألة وكذا، من خلص من الجواب قال له مولاي شوف جو عبادتك كل شيء حرك، قال له هذا الفرخاي، هذه الكلمة يقولها وصحيح مسلم صحيح البخاري هم يقولها، يقول في جل أخبار ربا كلمة، قال هذا الفرخاي حسن حسن، معناته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما مرافقين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من فناء الدار جو بارد ما مستغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المقدمة حتى تنقل الرواية على أنه يقول من ينزل الوحي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصحابة وكذا حديث، يقول الحسن طبعا باستشهاد رسول صلى الله عليه وآله رسول الله ترى طبعا شهيد بالمناسبة دس له السم، فكان عمر الحسن أن ذاك 7 سنوات 7 سنين وعمر الحسين 6 زين، فيقول من ينزل الوحي الإمام علي عليه السلام مو رأساً يروح للبيت ويا رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الحسن يقول رأساً يركض لما يخبره بالأخبار يقول ينزل الوحي كذا وكذا وكذا، يقول تجي علي نرفاز عليه السلام للزهراء سلام الله عليه تقول له هكذا يوم الوحي قال يا قنج قلت له ابنك الحسن حتى في يوم من الأيام يقول علي بن أبي طالب عليه السلام من بعد يقول أسرع بسرعة قبل لا يجي الحسن رأساً لبد فضلوا هناك فضلوا وقال خلنا أصلنا شوية أسمع عليه يقول غادي يتكلم الحسن قام الزانة يتلح قال لبني ليش ما يتكلم قال لعله سيدا لعله أكون واحد سيد يجي مراقبنا احتمال يقول صدق الظاهر إمام العلي سمه قتل فكان حسن سلام الله عليه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر على أنه يقول ما قبل بيعة قلت لك هاي صحيح مسلم صحيح البخاري يقول ما قبل بيعة واحد إلا محتمل سن التكليف 15 احنا كلمة 15 مو سنة ميلادية بالمناسبة السنة الهجرية حتى إنه الولاية القرآنية لبدو 300 سنة والقادة 9 يقول 300 بالسنين الميلادية والتسعة والقادة بالسنين الهجرية يعني كل 100 سنة بالميلادية مقابلة 53 سنة بالهجرية فإحنا تقريباً تطلع في 14 سنة و 8 أشهر تقريباً بالميلادية فيقول ما قبل بيعة أي واحد إلا مكتم سن التكليف يقول قبل بيعة الحسن والحسين في بيعة يقول قبل ليش يقول إلهم مكانة مو لأنهم أولاد فاطمة الزهراء سلام الله يقول حتى بالشهادة ما قبل شهادة واحد إلا مكتمل سن التكليف يقول قبل شهادة حسن والحسين في الحديبية في السنة الثامنة للهجرة السنة الثامنة للهجرة طبيعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة بالسنة السادسة للهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا قبلها يقول ليش قبلها يقول صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما شاهد الله شاهد ورسوله والحسن يعني إلهم مكانة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مو لأن أولاد منتي عارفوا إن المكان اليوم واحد خابرني قلتهم شوفوا هذا المحسن عليه السلام لو طالب باقي هم إمام يصير هم إمام فمو معناته لأنه أولاد البنت حتى إنه تنصيب عليا أميرا للمؤمنين مو نجيب الصفحة إجا وإنما أجى حتى نبت أنا الآية القرآنية أقول يا أيها الذين آمنوا وكلمة يا أيها الذين آمنوا بالمناسبة بصورة عمل الشيعة اللي يؤمنون بعلينا بالله ما أتكلم هذا المؤمن زينة قصتها ما فيها التربة وذاك بصورة عامة اللي يؤمنون علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين لأن إحنا بصورة عامة أنا مؤمن بآدم نبي مؤمن بكل الأنبياء مؤمن بكل الكتب السماوية بس ألف لام ميم في بداية سورة البقرة ما مؤمن بها ما احتفظ من الذين آمنوا إلهي بس حلو حرف واحد مثل ولي بهالمحافظ القذافي قال ما أكو داعي أقفل والله قل أي ما أكو داعي قايده واحد هو الله هو الله زين الحمام يقول مو من الذين آمنوا حرف واحد من كذا مو كيف زين إحنا زين تعالوا أنتم آمنتوا بعلي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين من قبل الله أنا مجيب صفر
إذا من قبل الله لهم ولا إذا كلمة يا أيها الذين آمنوا بصورة عمل الشيعة صلوا على محمد وآل محمد. الحسن سلام الله عليه هاي مكانته، حتى إنه في زمن يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إجا الحاجة قال له أدخل ابنك عبد الله لو الحسن عبد الله بن عمر قال له دخل ابن بنت رسول الله في شيء يذكر لك صحيح مسلم ده واحد يطلع كتب صحيح البخاري ويذكر الحسن عليه السلام ادخل ابن بنت رسول الله دخله هو دخل. يقول حتى في يوم من الأيام دخل الحسن وكان الخليفة الأول يخطب خطبة وقال صح يا ابن أبي قحافة اذهب إلى منبر أبيك وجدك فإنه منبر أبي وجدي. يقول قام للخليفة الثاني عمر الخطاب قال نعم يا ابني لولاكم لما نبت شعر على رؤوسنا. صلوا على محمد. الله صل على محمد وآل محمد. أنا قلت يعني أنا متأكد من قلت ليش التفتني صاحب مسلم صحيح البخاري لولاكم لما نبت شعر على رؤوسنا. حقيقة هاي شخصية الحسن سلام الله. تجي احنا للحسن القضية اللي صارت وعملية البيعة اللي صارت. اولا الامير للمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ينقوم من بعد اميرا الحسن بعده الحسين، ولو سنحت الفرصة لامير المؤمنين وطبقت الاوامر الالهي بما اراده الله لكان النعم تظهر مثل ما احنا عندنا رواية اذا ظهر الامام الحج عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه الأرض طلب بركات السماء تنزل مطر يسوي كذا فتات من العراق إلى الشام تصير ما خايفة إلى هذا، لأن إحنا تغيير هذا الكون بالنعمة هو الإنسان ما يغير الله ما بقوم من نعمة. أنا قلت لهم حتى لو رئيس زين يجي هم ينقلب حرامي. قلت لهم شوفوا الله سبحانه عز وجل كم سنة ما نازل علينا مطر واحد ذاك يوم ودي لرسالة يا الله صلى الله على محمد وآل محمد زي المطر هناك مدول قارب الحدود السورية يعني كم سنة صار نمر غير احنا اصحاب ذنوب معناته يا الهي ولا ليش الله ما متعادي ويانا شنو عداوته الله ويانا ما على عداوة احنا غير دولك بالله دول ليش الدول الأجنبية الكافرة ايش مطيع يقول دولك ما حد جاي يأذب الثاني. انا ساعدت للأهل قلت خلي يجينا واحد رئيس جمهورية رئيس وزراء ما يصلي وما يصوم وما عنده دين بس يكون عادل بالعباس انتخبه هي اللي في الإنسان يعدل بين الناس صحيح شو سوي بدينا أنا شو سوي بمأذن ليش الدول الكافرة أساساً بيناتها واحد ويا الثاني واحد ما مأذي الثاني هذا قرايب بألمانيا يقول جاري يقول جاري دق الباب علي تلاقيه قال أنا أرجو المعذرة دور الجهاد جايبين دجاجات فوق سطح مخلصالية وما ريحتني أذتكم واحنا يجي بالسيارة يدق هوني يخلص الناس خلص لو هالدرجات حسب وقت حضر هاي مال الأمريكية حسبوا أم اثنين من هذا صار الصلاة لا أبوه يقول له ولا واحد يتابعه ولا أحد يقول له ما يصير وخلي ندعم سيارة يصير هو المعيش العائلة صحيح لا مو صحيح يعني أكو واحد قال غلط أكو واحد تابعك لا في القضية ما يصير يعني كلكم مسؤولكم كل واحد مسؤول عن رعيته وأنفسكم وإليكم نار المقودة الناس بالخيارة فمن صار في شغل. فإذا هنا لو آمنوا بما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حتى يتكلم عن المسائل يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالإمام الحسن سلام الله عليه أولا ترى علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو صاحب الإمارة بس نحي عن الخلافة 25 سنة سكت أبو الحسن يقدر يجر صيف مو ما يقدر يجر بس من يجر صيف في حالة يصير شفاق بين الناس يصير فتنة سكت الناس. الإمارة علي بن أبي طالب ما نحي عن الخلافة الخلافة الإلهية بعلمه ولذلك حتى إمامكم الهادي عليه السلام بزيارته بالغديرية من إجل من ودع عليه المتوكل العباسي خاف يسوي انقلاب عليه ما عنده انقلاب إجل صاف زيارة الإمام وين بالغديرة علي الإمام عليه السلام هو ابن الحسن حسن العسكري هاي الزيارة إلى الغديرية لمن للإمام الحسن العسكري للإمام علي الهادي
ينقلها الحسن العسكري وينقلها إن السفير التالي بهالقضية. يقول له وحيل بينك وبين مواهب الله لك. يعني شنو حاله بينه وبين علمه حاله بينه وبين إمامته، حاله بينه وبين شجاعته، حاله بينه وبين خلافه. والخلافة أصلا إنه ولا تعال شوف معاوية نفسيته اللي هو عدو علي بن أبي طالب عليه السلام، هو يودي علي بن أبي طالب يقول له يسألون الناس هنا بالمنطقة شنو جامع حياتي، يودي الإمام عليه السلام قلنا إنه ما نقي لها جامع وجعلنا من الماء كل شيء. وروح شوف كل الموجودين أبو بكر عمر عثمان كلهم يقولون لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك أبو، لولا صحيح وصحيح ما بخل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وحتى من جت الخلافة ولما يتكلم كلام ما حاضر قومه يقولون ما نشوفون شوف هذا خلافتكم شنو الخلاف مالكم ما فيه قائد، أنا أريد أقيم حد للناس. وما كان يتعصب لنفسه عبد الله بن الكوي علي بن أبي طالب عليه السلام يصلي وعبد الله بن الكوى قرأ قرآن بالدعاء إذا قرأ قرآن فانصت لعلكم ترحمون، فسكت الإمام قرأ ابن عبد الله بن الكوى اللي قرأ يقول له ولا يستخدم ولا نشرب بلي ولا نشرب بلي ولا نشرب عملك. فالإمام سكت شوي ذاك يردد بصوت حلو الإمام قل له أصبر ولا يستخدم ها لا استقبلك استوى خلص علي بن طالب سلام الله عليه إجى يوزع عمال إجى عبد الله بن الكوى قال أعطيني مولاي أنا مفلوسي واحد قال له مو هذا اللي قال أنت ما دام الناس في مأمن منك أنا عادي أعطي الحق أنا ما دوا أريد أشفي غليلي بالقوي أريدك والناس بعمال من عندك هاي الغرض منك. فعلي بن أبي طالب سلام الله عليه من صارت أساسا شوف حرب الجمل هي نفس عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كثير عند ابناء العامة على أنه صيح هذا قميص رسول الله أبلاه عثمان وتسمين عيثل بالمناسبة لأن أخذ منها أراضي زين شحدة عما بدأ لما وعلي بن أبي طالب أول من دافع عن عثمان وإجابيه وقال ترى دولة معاوية هناك ويلعب الكيفة وبني أمية وانت صلبت ما يصير هذا لو دافع عنه. وبالمناسبة ترى أبو الأبناء العامة يذكرون أنا ما نذكرها بالنسبة لنا ما نذكرها لنا الحديث بس شيء يذكرونه يقول مخلي الحسن والحسين بالباب باب عثمان بن عفان ودخلوا الجماعة منك من مصر يقول دخلوا من فوق وقتلوا عثمان واخذوا القرار وقتلوه هيك يذكرها محمود عباس العقاد وكذا ابن الأبناء العامة يقول لما سمع عثمان مقتول اجى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه احنا ما عندنا طبعا الحديث خبر هاي الحديث ما عندنا يقول صفع الحسن على راسه والحسين على راسه قال لقد جاءت الفتنه احنا نقول لا دول ما يضربهم علي بن ابي طالب لانه مو اصحابنا على كل بس هم قالوا يعني معناته علي بن ابي طالب بس اقصد الكلام واحد علي بن ابي طالب معناته شنو معناته بريء يا محمود عباس عقاد بريء تعال ليش ما تشرع معاويه بن ابي سفيان ليش ما تشعلي على كل زين لما انت وجا وهذا وخلى لما صارت هالشوف راس المعاويه ايش سوى النوب قال بويا هذا قميص عثمان لان من عندنا ومن عمامنا احنا كذا وذول فضلوا صار وركبوا ام المؤمنين على الجمل هناك انا ذكر واحد بال 2010 مثلا الحج وجنا يسمونه طواف مو طواف الوداع نوادع مكه المكرمه مو طواف احنا هم يسمون طواف الوداع طواف النساء لا احنا نوادع مكه تجي جو شوية زين هذا بارد شوية وركبت واحد سألني قال أنت منين؟ قلت له من العراق قال منين؟ شيعة لو سني قلت له سني غير سنة الله ورسوله صدق وإحنا أهل السنة ترى بالمناسبة سنة إحنا سنة الله ورسول وإن من شيعته لإبراهيم قام رأس النساء على المراجع سيس ثاني الوطنية كذا قلت له إيش الشرطة الوطنية أنا معتبني قلت له سني يعني أقصد شيء سنة الله ورسوله قال ها قلت له عمي بس كفونا شرطهم يا السعودية وإحنا سنة وشيعة بخير صدق إحنا سنة وشيعة بخير يعني إذا جماعة عندي أصدقاء من السنة جاي يخبرون إن إحنا جانا الله يعلم بس دخلوا بينا إحنا هم عندنا حاجتان بالشيعة كويتلية وبالسنة كويتلية فدخلوا بينا سألني هو قال لي ليش صار جمعوا يسوون صلاة جمعوا الظهر والعصر
مثل أربع آيات نصاً على الجمل، بس آية واحدة نص على الطرف. وكم صار طرفينها وقلت أن اللي حسب في ذلك مسألة لا تأغذتها. قال لي قلت لي قال زين ليش هذا ياسر حبيب؟ قلت لي ياسر حبيب أساساً أنا ما راضين علي أبو العطرة، لأن زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زانية أبداً، هذا الزوج زانية والعياذ بالله ديوت. قلت له احنا حتى زوجة نوح وزوجة لوط وضرب الله مثل ذلك قوم امرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فرحمت ليست خيانة فراش. قال قلت له ايه؟ قال زين ليش يبعون؟ قلت له انا اذكره احنا شوف خليفة عندنا ذكر هو ابو بكر رضي الله عنه هذا انهم قالوا علي كرم الله. قلت له خش يظهر على ابي بكر ملعون لحاربه يسمون حرب الرد عبد الله خادم الوليد مالك نويره يظهر سوهم حرب الرد حتى مذكوره بالتاريخ زي ما صدام معارك الرد قبل قلت لي ملعون وليظهر حارب ضد خليفة الثاني عمر قال ملعون. قلت له وليظهر ضد علي بن أبي طالب كرم الله وأنا مثلك رضي الله. قال قلت له ظهرت أم المؤمنين عائشة في حرب الجمل و17 ألف منهم قتلة و2000 مجاور علي بن أبي طالب. عشان يقول لا تقول للشيعة لا تعلم لا تعلم الله يعلم. انتهى شغل ارجع إنه قامت حرب الجمل اسمها حرب صفين وحرب الصفين وصلت حرب قوسين او ادنى يودع لمالك الى يا مالك تعال امامك ينقتل ترك لك بين نسوانك يا علم الوقت وشوفهم هذا لما وصل علي بن ابي طالب معه ويطلع عورته دروش علي وصل لما العصر قلت لهم كشف قال لعنك الله حربنا ام كشف عورات هو الى ان يشب خدعه وظهر نفس الجماعه اللي كانوا هذا ظهر مجموعه كلهم بالنهر هو آخر شهر 3 سنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما صف الذني كل انت أذفته واستشهد الإمام عليه السلام ويصاعد على منبر الكوفة ويرشي مثل الطفل إلهي أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاب المنام قال له ادعو علي قبل فقال 3 أيام تراح مثل الطفل يمشي علي بن أبي طالب يجي الصيف قالوا لم يجي الحرس شو يجي شتاء قال لم يجي وقت الصيف هاي كلكم تدرون بيها استشهد أبو الحسن سلام الله عليه وجيش معاوية وين مكان إبراهيم بن مالك بن حارث العشتر اللي الوهابية اللي فجروه من كل شيء عليه اللي يصير هالمكان وصل جيش معاوية بهالمكان هذا الإمام الحسن سلام الله عليه خطب خطبة بالكوفة هنا بحيث بايعوا الرواية 40,000 يوم استشهاد أمير المؤمنين سلام من بعد ذلك قالهم ذهب العبد صالح إلى ربه وفي قلبه هناك حتى إنه الرواية يقول جيش تقريبا 5,000 وداهم واحد من بني كندا قال هو شغلون الجيش ما حاول إلا من أحنا نجي راح جماعة وداهم صفات فلوس صباح الصبح جماعة ولا واحد ظالم هذا وصل خبر لي الإمام الحسن سلام الله هم من واحد من بني كندا إن شاء الله قلت لك أنتم بعد عندكم التاريخ بس على عجالة يا القضية يعني ما أريد أطول عليكم خافتكم مواكب هم نفس الشيء إنه قيادة عبيد الله بن العباس وسبحان الله عبيد الله بن العباس طبعا هم الله عاقب القضية ولو هم هذا بالأطفال نفسي أطفال اثنين كتلوا ودى معاوي قالوا كتلهم أطفال هناك شان اليمن شوف مشكلة يعني 10,000 جني مو 5 ودال ذاك أكثر مقدمة أصوات ولا راح بقوا مجموعة قليلة ويا الإمام بال20,000 زين 20,000 قوم كلهم زينين والطابور الخامس والثالث ما شو من هم نبقيه ومن مخايبين صاحنا من الإمام على الإمام الحسن عليه السلام خلنا نروح نحارب كلهم صاح يا مولا يحاول البقية من الرسول ترى معاوية عنده جيش ويأذينا آخر شيء آخر جماعة قام يسليه يروح يعطي فلوس معاوية وصل خبر إنه واحد من الصحابة جل الإمام هم سبينا قال مولاي ترى اجتمعوا الجماعة قالوا المعاوية نودي لك الحسن مشتت بس تعطينا فلوس شوي يقولنا فلوس كم مليار وهاي القضية فالإمام الحسن سلام الله عليه خلاها ذهنه معاوية وداله قال له أولا أنا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كاتب رسائل هاي وحدة الجماعة يقولوا يوم الأيام شكوا رواية يقول كان يحلق رسول الله يحلق رسوله يعني يسوي براسه بالمكير يقول موسى وكذا يقول طلع دم مو رسول الله صلى الله عليه وهي عندهم الجماعة يقول طلع دم يقول رأسا خدع مع هذا معاوية وبلعه
قال لي ليش؟ قال لي والله مولاي حتى ما اطلب نار جهنم، لان دمك ببطنه راح يصير. بس على كل ما ادري. فقال لهم، قال لهم انا صحابي من الصحابه، وهذا حسن وعلي بن ابي طالب صالحني، صالحنا، فهذا جاي يحاربني. فاكيد الحسن سلام الله عليه لو مستمر بحربه ضد معاويه طبيعي راح يستشهد، واذا استشهد معناته الحسين راح يستشهد ايضا، لان امام زمان الحسين يا هو الحسن، مو صحيح؟ فالحسين ما راح يخذل الامامه، صحيح مو صحيح؟ الامام يعني الحسين تابع للحسن باعتبار الامام زمانه يا هو الامام الحسن عليه السلام، فمعناته الحسين يستشهد، وفضل العباس يستشهد، بني هاشم يستشهدون، تنتهي الدين. فاللي سواه الامام الحسن فتح طريق، لولا صلح الحسن عليه السلام ما تمت قضيه كربلاء. والروايه اللي اثروا بالحسن سلام الله عليه، ترى الحسن مضموم. انا نبات اقول الناس اقول الغريب مو الحسين، بالعكس الغريب. نعم هسه تشوف قبته، هسه تشوف ان شاء الله قلوبكم تتصورون صوره الحسين قبته تبتسم لكم، صح ولا مو صحيح؟ شايف شلون انت بتخدم بالموكب وشوف لك زاير يجي وتريد لك تغسل رجلي بهذا، غير لما يقول الحسين عليه السلام روح شوف ذاك المظلوم. وداعتك من رفع ايدينا رايحين انتم هناك، طبعا قال لا تشرك يا حاج. يوم من الايام اتذكر بال 2011 او 2012 قلت له زين المن ذولا المنبونين؟ قال ما ادري. قلت له مو الائمه؟ قال ربما يجوز هذا مدفون حمارنا. شوف يعني هاي القضيه نقلنا انقلها عنه، الله يعلم. مظلوم الإمام الحسن، مظلوم الإمام السجاد، مظلوم الإمام باقر، مظلوم الإمام الصادق، مظلوم مظلومين أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا اللي هناك. هاي وحدة. ثاني شيء ترى الحسن هسه جاي ينذكر بس مرة واحدة بالسنة، ما جاي ينذكر حجة، صح ولا مو صحيح؟ ونذكره بليلة 15 شهر رمضان بالولادة، ونذكرها مو هيك محاضرة، نذكره هذا صفقة والأهل وهذا، صح ولا مو صحيح؟ ما الحسن مظلوم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايش قال؟ حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ياتهم هذا وهذا. وإذا أنا أبكي على الحسن سلام الله عليه يعني أفرح قلب فاطمة الزهراء، وإذا أبكي على الحسين أفرح قلب فاطمة الزهراء، ياتهم ولدها، ياتهم ولدها. هيك القضية. إحنا أكو رواية تنقل، وإحنا بهالرواية أهل البيت سلام الله يعني بيقول لا أجل عرضوها على القرآن، على القضاء، على العقل هذا، وإذا ما توافق عرضوها على الله. بس أنا أقول شو يقول على إنه يقول إجا الحسن والحسين لبوه أو جتهم الرواية، إنه إحنا نصارى شوف يا أهل أكثر يا أهل أقول. قالهم لا كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل أكثر. لما إجا يقول قدموا بسم الله الرحمن الرحيم، زين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد يكسر خاطر واحد، أنا أرجو ما أقدر أخاف نحن. لا حلو. يقول ما رد يكسر خاطر واحد من عندهم. إما يقول أنت زين، قال لهم قلت بروح لأبوك أمير المؤمنين هو يحكم. إجوا الأمير المؤمنين نفس القضية حامدة، روح لأمكم فاطمة الزهراء. إجوا فاطمة الزهراء قالت أنا ما قلت لكم، بس عندي قلادة بها سبع طوبات. شلون قلت قلادة؟ راح البهيان اكثر ياخذه ويفوز. يقول قطعتهن ذبتهن، بقت حسن اخذ ثلاثه، يقول ضاج وحده، هذه اولى ترجع. يقول اذا انزل جبرائيل عليه السلام وقدها نصفين. اللهم صل على محمد وال محمد. اذا الحسن والحسين اثنيناتهم نفس الموجود نفس الكفه. ولو الظروف متهيئه للامام الحسن سلام الله عليه نفس الظرف اللي تهيئ للحسين لكان ايضا الحسن يقوم بها. ولو كان الظرف متهيئه للامام الصادق نفس القضيه يقوم بها مال الحسين. ولو كان الظرف قايم للامام الحسن العسكري مال نفسيته. كلهم هاديون، كلهم مهديون، كلهم صادقون، كلهم ثائرون. كلهم ثائرون. كلهم كاظمون للغير. كلهم صاحب كرم، بس كأنه هذا برد، هذا برد اللي كلهم